مالك يا بطل؟ مالي؟ ما انتش عارف في ايه يا امه؟ في ايه؟ الله في ايه يا امه؟ واحده من الشارع يا كلب. الله، ما انتش خايف على نفسك؟ من ايه؟ تكون متنيله عينه وعندها حرس وعصايه؟ ها؟ هو ده اللي انا علمته لك؟ وبعدين انا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابع عشان تتقص؟ ما اتعصتش ليه يا كلب؟ اعمل ايه بقى يا امه؟ ما بعرفش اكسر للشيطان كلمه. شيطان؟ شيطان يا كلب يا مجرم. خلاص بقى يا امه، هي دي التربيه اللي انا مربيها لك؟ خصية عليك. ما تهدي يا بطة. انا مش ههدى، مش ههدى غير لما تروح تكلم اختك وجوزها وتعتذر لهم كمان. ايه ده؟ الناس فتحوا لك بيتهم واكرموك اخر كرم، هو ده جزاتهم؟ ما ينفعش تعاملهم كده ابدا. حاضر حاضر يا ست الكل، هكلمهم هكلمهم وهبوس على راسهم كمان عشان تنبسط يا امه. وبعدين ايه يا اخويا الانعره بتاعتك دي؟ اديك رجعت يا اخويا لوجع القلب والايد البطاله. ايه، ما كنتش قادر تستحمل شويه عشان اكل عيشك؟ ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط؟ اعمل ايه بقى يا امه؟ فقري ماليش في الطيب نصيب. وبعدين لو على فكره الايد البطاله طمني، عايزين نظبط لي موضوع شغل الورشه بتاع اسكندريه، وبكره الصبح رايح استلم الشغل. حسين ده بقى وقعته سودة. واكبر انفذ يا ابن الكلب، عامل لي نايم. ورشه ايه اللي انت عايز تشغل ابني فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجاره وبيكسب شيء وشويات؟ عايز تعمل ابني ميكانيكي؟ هعمل ايه بس يا حاجه؟ محمود ما هو موافق، انا رسول وما على رسول الا البلاغ. جاتك نيله في مجايبك المهببه، يلا قوم اتلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله بدل ما انت قاعد كابس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا. عاجبك كده يا محمود؟ امك بتعد عليا اللقمه اللي انا باكلها عندكم؟ طب بصراحه يا حسين اكلتك جامده، ده غير انك ما تعشرش، ده موضوع تاني خالص. إلا جامدة ده لها في نص صينية البطاطس امبارح، لولا شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منها. هعمل ايه بس يا حاجة؟ ما هو انت اللي طبيخك زي العسل، والواحد بيبقى عايز ياكل صوابعه وراه. سلام يا خويا، كل صوابعك انت وسيب الاكل لينا احنا. تعرف بقى يا حسين، بعد الجملة دي بالذات انا لو منك الم شنطة هدومي واسيب البيت ده، اصل خلاص دي مرمطة. خلي عندك كرامة، هات بيجامة حسين. كرامة؟ هروح اصلي العصر احسن. كرامة ايه؟ ده جبل لو ما بيحسش على دمه، هو ده عنده كرامه ده؟ خلاص بقى يا بطه، خلاص بقى يا ام، هاتي دي. بقول لك ايه، انت كمان اللي انت عايزاه انت لازم تاخده وتروح تصالحه على اختك ان شاء الله حتى بالعافيه، انا مش ناقصه وجع قلب. حاضر يا